خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب ونجمة السوشيال لاب النهاردة إيمان العاصي. اللي نجحت وتصدرت الترند من خلال دورها وتألقها بشخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة. تعالوا نشوف إيمان العاصي بتعمل إيه على السوشيال ميديا. وحنبدأ من الإنستجرام، فبيتابع إيمان 5,200,000 فولور، وهي عاملة فولو ل 1612 أكاونت، معظمهم نجوم من الوسط الفني وبلوجرز. ولأنها متفاعلة بشكل كبير على الإنستجرام، فلقينا أنها نشرت لحد دلوقتي أكتر من 870 بوست. طبعاً معظم الصور كواليس من أعمالها الفنية، ولكن لاحظنا أنها بتحب جداً أنها تشارك الجمهور بصور ليها بلوكس مختلفة وجريئة. نشرت أكتر من 200 صورة، وخصوصاً سيلفي المراية. لقينا أنها نشرت أكتر من 50 صورة ليها وهي بتصور نفسها قدام المراية. غير إطلالاتها في المهرجانات الفنية، فلقينا أنها نشرت أكتر من 30 صورة ليها على الريد كاربت. وطبعاً لاحظنا علاقتها القوية ببنتها ريتاج، ولقينا أنها نشرت أكتر من 20 صورة ليها هي وبنتها، وهم بيحبوا دايماً يعملوا فيديوز مع بعض على التيك توك. فتعالوا نشوف أخبار التيك توك إيه. بيتابع إيمان العاصي 206,000، أما هي فبتتابع 765 وحققت 233,000 لايك على التيك توك. طبعاً الفيديوز بتاعتها مع بنتها بتتصدر السوشيال ميديا دايماً وبيكون عليها فيوز عالية، وكمان هي بتحب تعمل فيديوز على التيك توك. ونروح كمان للفيسبوك، بيتابع إيمان العاصي 3,500,000 متابع، وهي بتتابع 7 بس، منهم الفنانة هالة صدقي، مي كساب، والمخرج محمد سامي. وبكده نكون عرفنا إيمان العاصي بتعمل إيه على السوشيال ميديا.